الاولمبيه الدوليه جاي في الطريق، وكان معايا على التليفون المهندس شريف العريان، واتكلم في فكره ان بكره في فيديو كونفرنس من 6 ل 7 للجنه الاولمبيه الدوليه مع القاره الافريقيه، عدد 54 اتحاد في افريقيا. دوره طوكيو الموضوع بالنسبه لها مش واضح اكتر. ما هي دوره طوكيو او امبارح رئيس وزراء اليابان قال ما فيش تاجيل ومش هنأجل ومش هنسلم مش هنطاطي وبتاع الكلام ده. نعم، رئيس اللجنه الاولمبيه جات له كورونا امبارح. النهارده رئيس الاتحاد الياباني لكره القدم جاله كورونا فغير الكلام خالص. يعني زي ناس كتير غير كلامه وقال انه لا، طب هنبدا نفكر. الحقيقه هو عندهم مشكله كبيره انه في تصفيات ما بتتلعبش. يعني الغطس ما في تصفيات اتاجلت، تنس طاوله في تصفيات اتاجلت، الملاكمه في تصفيات اتاجلت، ففي تاهيل نفسه. يعني في مسابقات، في لعيبه وفرق، في مسابقات تاهيلها نفسه لم يكتمل، لم يكتمل. فانت هتلعب ازاي؟ لانه في اقتراح ان تتلعب زي ما قال دونالد ترامب، تلعب من غير جماهير او تتاجل. فاعتقد دوره الالعاب الاولمبيه تلعب من غير جماهير في الحقيقه هتبقى احنا واخدين السبق في الجزئيه دي. احنا واخدين السبق في الجزئيه دي، معودين نفسنا من زمان. اعتقد انها تتاجل، غالبا هتتاجل. غالبا. بس ممكن تتاجل للسنه الجايه ولا تتاجل شهر او هو كان في طرح ان هي تتاجل لديسمبر او للسنه اللي جايه. لسه معها يعني، لسه معها، لسه الامر مش واضح. واضح ان كل البطولات لعب 2021. وانا كنت لسه بتكلم في الانترو، كوبا امريكا، كاس افريقيا المفروض في يناير وفبراير، يعني فبراير. يعني 2021 دي هتبقى في كل الاحداث الرياضيه، فيها كل حاجه في الكوره، نجز من دلوقتي بقى الجدول الدوري، وفيها اثنين، وفيها اثنين امم، في اثنين امم افريقيا محليين والامم الافريقيه. ده لو المحليين راحت السنه الجايه، اعتقد انها تروح السنه الجايه. طب نروح بقى للملف الافريقي. نروح ملف الافريقي. طيب النهارده القرار لا خالص، النهارده القرار اللي صدر بخصوص تاجيل كاس الامم الافريقيه للمحليين. انا امبارح كان معايا فكره المعلومه بتاعه توصيه اللجنه الطبيه، وان كان في لجنه طبيه في الكاميرون من يوم السبت الماضي، وفي اطار ان الكاميرون ظهر فيها حالات، بس نتيجه ان في رحلات وفي ناس مسافره، فكان الافضل تاجيل البطوله عشان الاحداث ديت. هل ده هيتطرق لاحداث افريقيه اخرى، الدور نصف النهائي، دور الابطال، الكونفدراليه؟ طب بص، خلينا دلوقتي في الملفات اللي اتحسنت. اقامه مباراتي النهائي زي ما قلنا من 4 سنين هنا. طب قبل ما تكمل، قبل ما تكمل، في فيديو احنا محضرينه، لان احنا كنا سابقين مش بخطوه، انت بتتكلم ب3 اسابيع قبل الاتحاد الافريقي ما يعلن اساسا مين الدول اللي اتقدمت بشكل نهائي في تقديم الملف. نتابع ونشوف في هذا الفيديو ايه اللي اتقال من فتره، من 3 اسابيع، في اختيار ملف ملعب نهائي دوري الابطال وملعب نهائي الكونفدراليه. هل ده ممكن يأثر على الاختيارات اللي جايه في بالنسبه لبطولات الانديه؟ بمعنى انا فجاه اختيارات ايه، الحكام ولا اختيارات الاقامه، اختيارات الملعب، اختيارات الحكام. الملعب، بص انا وجهه نظري انه بنسبه كبيره جدا الملعب النهائي دوري الابطال متفق معاك، رايح الكاميرون، رايح الكاميرون عشان يريحوا دماغهم، يعني يريحوا دماغهم من الخناقه. متفق معاك، واعتقد انه الكونفدراليه هتروح المغرب عشان يعني يرضوهم، يعني واعتقد اللي هيتظلم في الموضوع ده بيراميدز. اهلا بحضراتكم من جديد. 3 اسابيع قلت الفاينل دوري الابطال في الكاميرون، فاينل الكونفدراليه في المغرب. يعني انا عارف القرار من يوم الجمعه، يعني وكتبت على تويتر ده رسميا نهائي دوري الابطال في الكاميرون. وانا يعني عارف المعلومه، وكان عندي معلومه، ولكن يعني لانه كان القرار بيتطلب انه لازم الرجوع للمكتب التنفيذي، واجتماعات المكتب التنفيذي اصلا اتلغت. مظبوط. فكان عشان ياخدوا قرار باعاده النهائي المباراتين كان هيتطلب، ولكن يعني بنسبه 100% من السنه اللي جايه هيرجع تاني ماتشين. هيرجع ماتشين. يعني بنسبه 100%. خلينا بقى نروح للجديد. ايوه. والتطور الجديد انه نسجل من النهارده. انه احتمالات كبيره جدا انه السيمي فاينل والفاينل يتعاملوا بنظام زي دوره من دور من الاربع فرق هيلعبوا ماتش سيمي فاينل. دوره مجمعه؟ مش دوره مجمعه، ماتشين سيمي فاينل. الاثنين يعني في خلال 5 ايام تقريبا، يعني مثلا حد وجمعه يتلعب سيمي فاينل ماتش واحد، ويتلعب الفاينل ماتش واحد في الكاميرون. سيمي فاينل الكونفدراليه الماتشين سيمي فاينل ماتش واحد والفاينل ماتش واحد، وهتلعبوا في المغرب. يعني تتكلم 3 ماتشات. 3 ماتشات عشان التغلب على فكره عدم الغاء البطوله، لانه تطورات كتيره قوي. لانه ده اللي هيمشي، يعني اللي ماشي في العالم كله، يعني اللي هيمشي في الشامبيونز ليج، واللي هيمشي في اليوروبا ليج في اوروبا، اليوروبا ليج والكوبا ليبرتادوري، في كذا حاجه هيمشي فيها النظام ده. هيروحوا البلد امنه ما فيهاش حالات، الدنيا ماشيه فيها ستيبل، ويلعب فيها لانه دي سنه استثنائيه. والحقيقه انت لو لعبت كده كده النهائي، الفرق المغربيه في الكونفدراليه هتلعب على ارضها، فمش فارق معاها حاجه، لان انت السيمي فاينل بتاع حوريه كوناكري وبيراميدز لو اتلعب ماتش هنا وماتش هناك، فهو كده كده بيتلعب في ملعب محايد. يعني هم كده كده الاثنين رايحين يلعبوا في ملعب محايد. الماتش الثاني حسنيه اغادير ونهد البركان
كده كده الماتشين كانوا اتلعبوا في المغرب، فخلاص يا الماتشين كانهم متبادل، الماتشين هتلعب ماتش واحد الكسبان، وكده كده النهائي هيتلعب من ماتش واحد في المغرب. خلصنا كده من الكونفدراليه، هنروح لل دوري الابطال. اهلي ووداد بيتلعب في ملعب محايد، زمالك رجاء بيتلعب في ملعب محايد، كده كده النهائي هناك. فاعتقد ده الاقتراح الاقرب، يا اما هيلغوا الالغاء صعب اعتقد. يعني لان انت عشان نشاط الكوره يرجع برضو عندك مشكله كبيره جدا ان في لعيبه سافرت من نتيجه الا احنا هنتكلم فيه بس لأنه قبل ما نتكلم في دي، انت بتتكلم في اطار ان دوري الابطال الاهلي والوداد حسب التصور او حسب المعلومات يتلعب في دوله محايده مباراه واحده، الزمالك والرجاء 24 مايو دوله محايده 29 مايو. انت قلت انت دي مواعيد النهائيات. ما سيمي فاينال هيتلعب قبل الفاينال باسبوع. انت قصدك المواعيد هتفضل ثابته؟ ايوه، ميعاد الفاينل هيبقى ثابت، ميعاد السيمي فاينل هو اللي هيترحل. هو اللي هيترحل لامتى؟ لاخر مايو قبل الفاينل. ما هو انت مش هتاخد الفرقتين، مش هتاخد الاربع فرق توديهم الكاميرون يلعبوا في 1 مايو بقى يرجعوا تاني وبعدين يروحوا الكاميرون. انت هتعملها وكانها دوره مجمعه، كانه سيمي فاينل كاس الامم الافريقيه. يعني كان الاربع فرق دول راحوا سيمي فاينل زي ما قلت في اطار البطوله المجمعه، بس طبعا مش هيلعبوا مع بعض الاربع فرق، بس هي في اطار اللي هي يعني الاربعه موجودين هيلعبوا الاثنين اللي السيمي فاينل قدام بعض، اللي هيكسب هيروح يلعبوا النهائي ونروح. الثانيين الاثنين يلعبوا سيمي فاينل طيب في اوروبا ما خدوش القرار ده، هياخدوه بس تمهلوا شويه. هم تمهلوا شويه لانه هم هيبدا، انت دلوقتي النشاط في اوروبا هيرجع 3 ابريل على الورق، لغايه دلوقتي على الورق 3 ابريل هيبداوا يتعاملوا مع الامر من 3 ابريل. تمام، لان هم خلاص هم كان عندهم المفروض السيزون لازم يخلص قبل 31 مايو عشان عندهم كاس الامم الاوروبيه في بدايه يونيو. فخلاص هم لغوا كاس الامم الاوروبيه، خلاص يعني راحت، فبقى عندهم شهر 6 كله اللي هو مارس. يعني انت مارس ده ضاع من عندهم، ماتش الريال ومانشستر سيتي ما تلعبش بالظبط كده، فهياخدوا مارس يحطوه بدل يعني 6 بدل مارس، مظبوط. يعني كانهم زقوا حركوا الاجنده 3 شهور. لو رجع لو بدا النشاط عندهم في التوقيت ده في ابريل زي ما هم بداوا، هيبداوا يحطوا مواعيد، ممكن يحطوا مواعيد عاديه بالظبط، يعني يبداوا يلعبوا كانهم عادي، لان هو الشهر اللي ضاع هم زودوه فخلصت. تمام، لو اتاخرت شويه هيبداوا يلجاوا للحل ده، للفكره ديت، وده اللي انا شايفه اللي هيحصل في العالم كله. ودي الفكره اللي اتطرحت في الكاف، اتطرحت في كل حته. يعني هي الفكره المطروحه واتطرحت في اسيا، وهي بقت خلاص هي الايقون اللي بيتعمل في العالم كله، لان انت عايز تعدي موسم استثنائي. وخلي بالك انت مش عارف برضه هل الموسم الاستثنائي ده مكمل ل 2021 ولا هيخلص دلوقتي، السنه الجايه محدش عارف بكره في ايه بالظبط كده. فانت بتحاول تنهي موسم استثنائي عشان الخسائر وعشان وعشان انت من السنه الجايه هتبدا تفكر هتعمل ايه. في تفكير كمان في الدوري الايطالي ان هم يزقوا الموسم ويبقى الموسم اللي جاي هو بتاع الموسمين. يعني في قصص كتير بتحصل، لانه ايطاليا عندها الوضع اصعب شويه، ده اصعب واسبانيا بصير. الوضع بدا برضو يتفاقم، يعني فالموضوع في فرق اصلا بقى عندها لعيبه بالظبط. لا انا معايا يعني اسامي لعيبه كتير بالظبط.